بسم الله الرحمن الرحيم. أزور سيدي ومولاي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي الإمام الحسين زيارة مني ونيابة عن والداي ووالد والداي وأقربائي وجيراني وأخواني وخواتي وجميع المؤمنين والمؤمنات قربة إلى الله تعالى. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وحسين وحسين لي من سمع المسلم عجابة يرجع سلام اللي قريبين وبعيده. وأنتم في هذه الليلة المباركة متوجهون بقلوب صادقة لزيارة سيدكم ومولاكم الإمام الحسين. وحسين لي من سمع المسلم عجابة أبو عبد الله أشهد أنك تسمع الكلام وترد السلام. وحسين لي من سمع المسلم عجابه يرجع سلام اللي قريبين وبعيد. أنا عندي عن ابن الهاشمية خبر تأكيد يرجع سلام اللي يسلم لو من بعيد. طوبى إلى اللي يلزم الشباك بالإيد ومن حول قبر ابن النبي عفر الخد وزيارة المظلوم برض الغاضرية بسبعين حجة من حجج رب البرية. هذا الخبر مشهور بالعالم سوية قول النبي المصطفى سيد الكون. أنا يا ليتني قدام كل واحد من الناس يا ليتني قدام كل واحد من الناس ألزم ضريح
حبن النبي طيب الأنفاس وقول يا المدفون بس جثة بلا رأس روحي فدالك يا غريب بالغاب ريح وام الزيارة الأربعين نية ذكرها رب الأنام شاع بالعالم خبر فاجر بن فاجر الكذبها ونكرها واللي يحتضي بيها يصير من السعيد السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك والذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افتراه لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم يا مولاي يا ابن رسول الله توجهت إليك زائرا قبرك عارفا بحقك مواليا لأوليائك معايديا لأعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بضلالة من خالفك فاشفع لي عند ربك يا مولاي فاشفع لي عند ربك يا مولاي فاشفع لي عند ربك يا مولاي السلام عليك يا حجة الله في أرضي وسمائه صلى الله على روحك الطيبة وجسدك الطاهر وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته. سيارة علي بن الحسين
السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته. لعن الله من ظلمك ولعن الله من قتلك وضاعف عليهم العذاب الأليم. زيارة الشهداء. السلام عليكم أيها الصديقون، السلام عليكم أيها الشهداء الصابرون، أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وصبرتم على الأذى في جنب الله ونصحتم لله ورسوله حتى أتاكم اليقين. أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون، فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين، وجمع الله بيننا وبينكم في محل النعيم. زيارة أبي الفضل العباس. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ورسوله، أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم. وصل يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين.